ولو قال قائل ما القدر الواجب في المسح، ما أقل ما يجزئ في المسح، فنقول بالنظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح إلا على ظاهر قدمه ولم يمسح أسفله ولا عقبه، بالنظر إلى هذا يتبين أن المسح على الخفين أيسر وأخف من المسح على غيرهما. من ثم فقد قال بعض العلماء يمسح قدر أصبع، وقال بعضهم يمسح قدر ثلاثة أصابع، وبعضهم قال يمسح أكثر ظاهر خفيه. وهذا الاختلاف ناشئ عن عدم وجود دليل صريح في المقدار المجزئ من المسح، والقول الذي يقول يمسح أكثر هو القول الصواب، وذلك لأن الأحاديث جاءت بمسح ظاهر الخف وبأعلاه، ولما لم يأتي دليل واضح فأقل ما تبرأ به الذمة أن يمسح أكثر، بل إن قول المغيرة مسح ظاهر خفيه يدل على استيعاب الأعلى، وذلك لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فيعم، فكلمة ظاهر مفرد أضيفت إلى المعرفة خفيه فتفيد العموم، أي عموم أعلى الخف. ولما كان المسح من باب التخفيف بالنظر إلى عدم مسح الأسفل والعقب قيل بالمسح على أكثره.